بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد منع الإمام البديل لأكبر صلاة جمعة للطائفة الشيعية في جامع الإمام الصادق عليه السلام من الدخول، وكذلك منع المصلين من الدخول والوصول للصلاة، نعلن وللأسبوع الثالث على التوالي عن عدم انعقاد الصلاة في هذا الجامع الشريف هذا الأسبوع، والله المستعان.